المخطط بشكل أساسي يبدأ من البكتيريا نفسها. حتى نفهم الموضوع لازم نفهم البكتيريا. ما راح نتكلم على كل أجزائها بس عندها أجزاء أساسية مهمة في الأنتيبايوتيك ثيرابي اللي هي الأجزاء اللي راح نستهدفها بالأنتيبايوتيك. إحنا ما عندنا أنتيبايوتيك يشتغل على كل أجزاء البكتيريا، هو في أنواع جديدة ما راح أتطرق لها، بس بشكل عام الأجزاء الأساسية اللي يشتغل عليها البكتيريا أو هو يعني وظيفة الأنتيبايوتيك بشكل عام هو قتل هذه الخلية البكتيرية وبس. فحتى تقتل الخلية البكتيرية أنت راح تستهدف عدة أجزاء من جسدها حتى تقتلها. أكثر مجموعة شائعة مستخدمة كلنا نعرفها أو أغلب اللي دارسي يعرفوها اللي هي المجموعة اللي تقوم بعملية تدمير للسيل وول، سيل وول تدمير غشاء أو جدار، آسف لأن هي تحت على غشاء وجدار البكتيريا. فهذه خلية البكتيريا هذه لو دمرنا جدارها بهذه الحالة، إحنا لو دمرنا الجدار راح نسوي ثغرة بالجدار وبالتالي محتويات الخلية راح تتناثر وتموت البكتيريا هذه. طيب عندنا مجاميع ثانية تشتغل على طريقة ثانية اللي هي توقيف عمل الرايبوسوم، توقيف أو خلينا نقول مو إلا توقيفه، ممكن خربطة تسوي لك في عمل الرايبوسوم داخل البكتيريا وبالتالي تأثر لك على تكوين البروتينات، البروتين سينثيزيز راح نأثر على أو ندمر الرايبوسوم، رايبوسومز. فهذه أيضا الرايبوسومات اللي هي وحدات بناء البروتين داخل الخلية لو دمرناها أيضا بهاي الحالة ممكن نموت الخلية البكتيرية. وأيضا عندنا بعض الأنتيبايوتيكات تشتغل على طريقة ثانية على إنزيمات مرتبطة بالدي إن إي. جزيئة الدي إن إي هذه دي إن إي، جزيئة الدي إن إي يتكون من عندها آر إن إي تمام، من خلال بروتين اسمه آر إن إي بوليمريز. فهذا أيضا الـ RNA بوليميرايز إذا وقفناه راح نوقف تكوين الـ RNA، وإذا RNA متكون ماسنجر RNA ما راح يتكون، والماسنجر RNA إذا متكون اللي هو وظيفته يروح ينقل الرسالة إلى الرايبوسومات حتى تكون البروتينات، فالبروتينات ما راح تتكون فراح تموت بالنهاية البكتيريا. طيب أيضا عندنا أنزيم ثاني لما ننسخ احنا او نكون الـ RNA او ننسخ الـ DNA، جزيئة او شريط الـ DNA اللي هو دبل هيلكس عبارة عن حلقة عبارة عن شريطين ملتفين على بعض راح ينفتح. فحتى نعيد نظفر هذه الشريطين على بعض نرجع نسوي تويستينج على بعض لان لازم يكونوا مربوطين مع بعض، نسوي تويست نسوي ضفيرة مرة ثانية لهم، نستخدم انزيم اسمه DNA جايريز. فهذا ايضا الـ DNA جايريز اذا وقفناه راح تخرب عندنا عملية إعادة دمج الـ DNA مع بعض الشريطين مع بعض وبالتالي يكون غير فعال الـ DNA بهذه الحالة وتموت الخلية أيضا والبكتيريا هنا بهذه الحالة تموت أيضا. فهذا أيضا أنزيم ثاني موجود داخل أو يعني ساعدنا على في الأنتيبايوتيك ثيرابي. إضافة إلى عندنا إحنا طريقة ثانية لقتل البكتيريا من خلال تكوين شغلة اسمها شقوق حرة فري راديكلز اللي هي جزيئات أكسجين فعالة تدمر الدي ان اي، وبالتالي لما تشظين الدي ان اي تبدأ تدمره وبالتالي راح يتشظ الدي ان اي وتموت البكتيريا. فعندنا قسم يشتغلون بطريقة ثانية. وعندنا أيضا بعض الأنتيبايوتيكات توقف عمل الفوليك أسيد اللي طبعا يجينا هسه راح نتكلم بشكل عام من البي ABA اللي هو بارامينوبنزويك أسيد، هسه راح أذكر بالتفصيل. هذا يساعدنا في تكوين الـ DNA الـ RNA أيضا في تكوين البروتينات اللي هو الفيتامين بي 9 اللي يعني طبعا بالبكتيريا يكون نوعا ما باختلافات ما راح أطرق لها الآن. بهاي الحالة إذا وقفنا تكوينه نفس الحالة راح يتوقف تكوين الـ DNA والـ RNA وبالتالي بالنهاية تموت البكتيريا أو يتوقف نموها وعلى المراحل المتقدمة تبدأ تموت بالتدريج. فهي هذه بشكل عام الأنتيبايوتيك تشتغل على هذه الأجزاء من الخلية. طبعا في أو أكو بعض الأنتيبايوتيكات تكون نوعا ما مختلفة عن اللي راح أشرح اليوم، لكن هذه مراجعة لمجملها بشكل عام والمعلومات الأساسية اللي تستفاد من عندها في أغلب الأنتيبايوتيك من خلال ميكانيزم أوف أكشن وبعض المعلومات الأساسية على كل أنتيبايوتيك. فهذا مجمل الكلام. الآن ننتقل إلى